مش خوري وما تنقصي حسن وكيلة سمحي منش تصور تعرف تطوري دي باصي صور انت ما زلت تعرفين الوكيل حسن زي قبيلة مطلسة إطار بنكي رئيس جامعة سابق يمكن جامعة ولاد بوكر كتسمعوا عليها كامل التاريخ ديالي راه معروف ماشي شي واحد خاصك ولا شي واحد انسان نقي يمكن تسقسيو باش تعرفوا التاريخ ديالي كان عندي ما نقول بزاف على الاستاذ غامبو ولكن الاخوان سبقوني يعني قالوا ما فيه الكفايه غير انا غادي نزيد واحد الاضافه اخرى شنو هي علاش جينا مع اللائحه ديال الاستاذ المختار غامبو يمكن انا كنعرف الاستاذ المختار غامبو ماشي هنايا كنعرفو في الرباط كنعرف الشخصيه ديال المختار غامبو شكون هو على الصعيد لا على الصعيد المغربي لا على الصعيد الدولي المختار غامبو انسان متكون حنا باش غادي نواجهو الناس ديال فاس الناس ديال الرباط باش نواجهوهم ها هما عندنا برلمانيين عندنا برلمانيين في قبه البرلمان ولكن دائما كنجبرو بن فلان بن فلان بن فلان بن كيران بن قدور بن حمد باش غادي تواجه الا ما كانش عندنا واحد الاطار اللي نواجهو به على المستوى الدولي اذا شكون هذا الاطار اللي كاين في الاقليم انا كندور جميع المناطق ديال الاقليم ما عندناش اطار في المستوى ديال المختار غامبو اذا انا شنو كنطلب من الاخوان انا كنطلب من الاخوان نشجعوا هذا الشاب هذا نشجعوا هذا الشاب يعني راه عندنا فيه واحد الثقه كبيره عندنا فيه ثقه كبيره وانا شخصيا كنشوف هالشيء لان قلت لك انا كنعرف المختار غامبو في الرباط ماشي هنايا لهذا كنطلب منكم وبحراره تشجعوا هذا الاخ هذا وحنا راح نعمل